مع ازدياد الاعتماد على التعليم والتدريب الإلكتروني تزداد الحاجة إلى ضمان الجودة في هذا المجال، وهي ما نسعى جميعا لتحقيقه في العملية التعليمية والتدريبية. نحن هنا لنقدم لك هذه الدورة التدريبية كأحدى متطلبات المركز الوطني للتعليم الإلكتروني للحصول على الشهادة المهنية الاحترافية في ضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني المستوى التأسيسي. بانضمامك لهذه الدورة ستكتسب المعرفة والمهارات الأساسية لضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني. ابتداءً من أساسيات ضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني، مروراً بمبادئ تقييم وتقويم برامج ومقررات التعليم والتدريب الإلكتروني، وحتى مهارات التواصل الفعال والتطوير المهني لمسؤول ضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني. معكم دلال العباسي، حاصل على الدكتوراه في تكنولوجيا التعليم من جامعة مانشستر، ولدي 13 سنة من الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني. سجل الآن في الدورة على منصة أعناب وساهم في رفع جودة التعليم والتدريب الإلكتروني.